السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بما أن القرعات ديال الميريكان طلقت، بغيت نشرح لكم اللي هو واحد الموضوع اللي هو مهم ومهم بزاف، اللي ضروري أي واحد يفعل القرعة ديال الميريكان خصو يكون عارفه، اللي هو الجرين كارد أو البطاقة الخضراء. هاد البطاقة اللي يحلم كل شخص يرغب بالهجرة وتحقيق أحلامه بالانتقال والعيش في الدولة الأكثر شهرة عالمية، أو ما تسمى بأرض الأحلام، بلاد الحرية والفن والجمال والتكنولوجيا والتقدم الحضاري وغيرها من الكثير من الأشياء، ألا وهي الولايات المتحدة الأمريكية. وما هو الجرين كارد وكيفية الحصول عليه، وما هي الحقوق والواجبات التي تمنح لك؟ كانت بداية في عام 1990 عندما تم تقديم قانون الهجرة الأمريكي، والذي قام بدوره منذ عام 1995 بتوفير 55 ألف تأشيرة سنويا للولايات المتحدة عن طريق برنامج الهجرة العشوائية. ويهدف هذا البرنامج لتنويع السكان المهاجرين إلى الولايات المتحدة، ويستهدف البرنامج الدول ذات معدل الهجرة المنخفض للولايات المتحدة خلال آخر 5 سنوات، وتقدم طلبات إلى الجهات المختصة بالبطاقة الخضراء من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة الخارجية الأمريكية خلال الفترة الممتدة ما بين شهرين أكتوبر ونوفمبر. ولا تتقاضى الوزارة الخارجية الأمريكية أي رسوم مقابل الهجرة العشوائية، وليس هناك أي جهة أخرى غيرها تقوم باستلام الطلبات. وتحذر دائما الأشخاص الذين يقومون بالعمل الاستمارة الإلكترونية بأنه ليس هناك جهة أخرى تدعم الطلب أو تزيد من احتمالية الفوز بالقرعة، فالقرعة تتم بشكل عشوائي عن طريق الحاسب الآلي. يمكن لأي شخص بلغ السن 18 من عمره ولديه شهادة ثانوية أي 12 سنة دراسية من التقدم للقرعة العشوائية، شرط أن يكون من الدول التي يحق لها دخول القرعة. حتى وإن كنت داخل الولايات المتحدة وكنت مستوفي الشروط سابقة، فيحق لك أن تقوم بتعبئة الطلب للحصول على البطاقة الخضراء، وتستطيع أن تقوم بتعبئة الطلب لك ولزوجك أو أن تجعله يلتحق بك لاحقا، ولكن الغالبية يفضلون تعبئة الطلب بشكل فردي، وفي حالة الفوز يتم إبلاغك برسالة رسمية بذلك، ولا يجب عليك الهجرة إليها، فالأمر يعود لك إن أحببت الهجرة أم لا. ولا تقوم الحكومة الأمريكية في حال الهجرة إلى هناك من تأمين عمل لك أو مسكن. من مميزات البطاقة الخضراء التي يحلم بها العديد من الأشخاص هي كالتالي: تستطيع التقدم للحصول على الجنسية الأمريكية بعد 5 سنوات، وبالتالي الحصول على جواز السفر الأمريكي. تستطيع أن تشتغل أي وظيفة بأي شركة أو مؤسسة ما لم يستدعي الأمر أن يكون المواطن الأمريكي الجنسية. التمتع بكافة الحقوق المدنية للمواطن الأمريكي، عدد التصويت في الانتخابات، التمتع بالإقامة الدائمة والحصول على المنح المالية والقروض الخاصة بالتعليم وشراء العقارات والسيارات أو تمويل المشاريع الخاصة. تستطيع الحصول على الضمان الاجتماعي والصحي عند التقاعد، كما بإمكانك الحصول على كافة التأمينات المختلفة مثل التأمين للحياة والسرقة وغيرها. فالحامل للبطاقة الخضراء له كافة الحقوق كالمواطن الأمريكي ما عدا الترشح للانتخابات الرئاسية. أما بالنسبة للواجبات للحامل للبطاقة الخضراء، أولا احترام جميع قوانين الولايات المتحدة الأمريكية وقوانين الولاية المقيمة بها، دفع الضرائب المستحقة وتقديم استمارة الضرائب كل عام إلى الجهات المختصة، احترام قانون الديمقراطية التي تمنحها الحكومة لكل فرد وعدم استغلال ذلك بطرق غير قانونية، التسجيل في الخدمة العسكرية إذ كان الحامل للبطاقة ما بين 18 إلى 25 سنة، وذلك ضمن إدارة الخدمة العسكرية التابعة له.